بروك عليكم. قاموا بنا هذا ديك البحثه اللي داك قاموا بنا ركبتوه في انا رفدوني ركبوني فوق ظهرهم وداوني ودرت كاع المناسك كاع المناسك درتهم الحمد لله فوق كتافهم ما غبنا ما لا في ماكل ولا في رقد ولا في كل حاجه لاباس الحمد لله قاموا بنا داروا لنا كل واش حبينا الحمد لله ما نضرينا ما تخي بيان يتهلاو فينا لا من الطبيب ولا من الاكل ولا من كلش من كلش يجوا هكذا يشوفونا في الشنابر واش خصنا باغي ينصر بلادنا والله والله يعيش وليداتنا ان شاء الله وينصرهم ربي ويحفظهم من كل شيء الله فينا فوق التهلية مش قد التهلية لا فوق ولادتنا ما يخدموها الناس وكثر خير يحفظها ان شاء الله بلادنا ويعلي شانها انا على ان ظروف الاقامه كانت جيدة وطبعا اللي راح الفوج راح كامل رجعته كامل مكتملين لأهلكم وهذا الشيء طبعا نحن مسرورين في هذا الإطار ما كانش الأمراض ولا الإصابات اللي كانت هي طبعا إصابات ولا أمراض خفيفة زكام وحمى وما غير ذلك ما كانش طبعا اللي ما كانش حالات وفيات وما كانش حالات أمراض اللي استحصات وكان عندنا طبعا معطيات يوميا حول حالة الحجاج وحالة وضعية ومجريات العملية التضامنية هذه في البقاع المقدسة فحج مبرور وذم مغفور للجميع إن شاء الله ترجعوا بخير كامل لأهاليكم وإن شاء الله تعاد العملية لصالح مجموعة من طبعا المعوزين والمحتاجين السنة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله تبقى الجزائر آمنة مستقرة.